هذا وتواصل مراكز التطعيم في كافة مناطق المملكة استقبال المسجلين وكبار السن لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون و93 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون و28 ألف شخص، أما بالنسبة للجرعة المنشطة فقد بلغ مجموع من حصلوا عليها حتى الآن أكثر من مئة وثلاثه الاف شخص